يا هلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ساعدنا الساعة بثلاثة الفجر، وحاليا احنا جاهزين راح نروح من ولاية واشنطن سياتل الى ولاية كاليفورنيا. 2000 كيلو متر سياقة جرة واحدة، بس احنا اكيد يعني راح نوقف بالطريق لانه مستحيل نقدر نسوق 20 ساعة. راح اروح اني وصديقي ايهاب، وهسه احنا جهزنا السيارة كملناها، راح اروح بالسيانة. ولا تنسون اللايك والاشتراك. هذا الساوث بايف فري واي، هذا نفسه الفري واي اذا نطلع كليته قبال راح يودينا على ولاية كاليفورنيا. هسه احنا حاليا عندنا 1200 ميل تقريبا حتى نوصل الى كاليفورنيا. طبعا هسه جينا نفول بنزين لانه صار السيارة بيها نص، بس هنا باورغن القانون يختلف. هسه احنا حاليا باورغن، من ننزل على الجاز ستيشن نبقى قاعدين بالسيارة وهو يجي يفول لنا السيارة بنزين. الحلو بالسفر داخل الولايات المتحدة الأمريكية تنقل بين الولايات، على طول الطريق انت راح تلاقي مطاعم بنزيخانات وفنادق. هسه احنا اجينا بهذا المكان، اخذنا الاكزيت، لقينا هذا المطعم مكدونالدز اللي ورانا، راح نطب نتريق، واكو بنزيخانة هنا وحتى اكو فنادق اللي هو موتيل 6 اللي تشوفونه هذا الوراية. اذا واحد يحس بنفسه تعبان يوقف بالفندق يكمل الليلة وبعدها ينطلق يكمل رحلته. فهسه احنا راح نتريق وبعدها نكمل السفرة. احنا بالطريق لقينا هذا المكان كلش حلو، بس المشكلة ما نقدر نطب جوه لانه صار نزلة كلش قوية من هنا فخفنا، بس راح نطير هسه الدرون ونصور هاي المنطقة. هسه احنا وصلنا كاليفورنيا. كاليفورنيا كلش كبيرة مساحتها، مساحة العراق تقريبا، وهاي اقرب منطقة على الحدود بين واشنطن وكاليفورنيا. هسه وصلنا للبنزينخانة، بدنا نخلي بنزين وبعدها نروح على مدينة ساكرامنتو اللي هي عاصمة كاليفورنيا. كيف حصل؟ مازول شاز ذا واي ماي جاد ام ستاك Here. Oh, you're stuck here? Yeah, where are you going? Mount Shasta. Mount Shasta? See. Okay. I need ride. Let me talk to my friend. Okay, yeah. Okay, see. He's over there. هذا يريد واحد يوصله. يقول اني موجود هنا صار لي فترة طويلة واريد اروح. بس راح نسأل ايهاب نقول له، اقول لك هذا يقول اني I'm stuck here، اريد واحد يوصلني. هذا ابو جنطه. والله ما اقدر لان حتى قانون الشرطه هنا ما تعرف هذا شنو، ما تعرف شنو هذا. تحاول تشيل واحد من الشارع وانت ما تعرفه. ما تعرف ايش يطلع، مخدرات، يطلع ملاحق من الشرطه. فدائما ينصحوني بهذا الشيء، لا تشيل احد ما تعرفه. هذا الجواب الصحيح. قبل شويه انا وايهاب كنا نسولف على الاحتباس الحراري اللي دي يصير كل العالم، وهذا شفناه قدامنا. شوف هاي الأشجار شلون محترقة كليتها، وكبيهن قاصين حتى ما يحترقن، بس هذا كلهن لونهن أسود. وإحنا بالطريق لقينا هذا المكان ببحيرة، بس ما أعرف هسه هو كليته نزول. خلينا نشوف هذا المكان وين راح يودينا. هاي هنا أكو سوبر ماركت، خلينا نطب ونشوف شنو يبيعون. يقولون يبيعون أحجار يعني نادرة. هذا المي جاي من الكهف من جوا من مكان كلش بعيد، ويقولون انه اذا انتم تجون هنا تدورون احتمال راح تلقون احجار ثمينه، او احتمال الماس او اشياء يعني كلش ثمينه مثل ما شفتوها بالفيديو.
هذا يمتد لهنا. اكو بيوم ناس يظلون واقفين هنا ويباعون، يعني اذا اكو شيء اجى كبير حصل او شيء. المكان طبعا هو كلش كبير بس حارة الدنيا هنا، كلش حارة. وهاي هسه وصلنا للعاصمة اسمها ساكرامنتو، العاصمة مال ولاية كاليفورنيا. يا بي دق السيارة ونمشي 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 وبعد. بس هسه هاي منطقة اسمها فيو بوينت، منطقة عالية، منطقة كلش حلوة. وشوفوا روعة الطبيعة هذا المكان ايش قد حلو. حاليا الساعة بالـ7:30، بعد لنا تقريبا 5 ساعات ونوصل البيتي اللي هو بسان دياغو كاليفورنيا. على طول الطريق بين الولايات اكو منطقة اسمها ريست اريا، يعني محطة الاستراحة اللي هي هاي الوراية، يوقفون بيها السيارات الصغار والتريلات هذني، وبيها يعني حمامات، وبيها يبيعون اكل بنفس الوقت اللي هو هاي كابينات هنا. فاكثر الناس يبقون هنا يروحون الحمامات، واكو تليفون واكو خريطة هنا همينه، فشي كلش حلو. اخيرا وصلنا الى كاليفورنيا والبيت. ايهاب خطيه طفى راح نام. عموما هاي نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، شكرا على المشاهدة.